النهاردة معانا نموذج ناجح جدا. يا رب كلكم تنجحوا، يا رب كلكم تبقوا نماذج. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامج نماذج ناجحة. زي ما حضراتكم عارفين ان هدف البرنامج ان حضراتكم تنجحوا وتتفوقوا وكل واحد يلاقي المجال اللي يناسبه. وزي ما حضراتكم برضو متعودين من البرنامج ومتابعتكم للبرنامج ان احنا بيبقى معانا تخصصات كتير جدا ومجالات كتير جدا لحد ما حضراتكم تلاقوا اللي يناسبكم. معانا النهارده رخصه جديده ومجال جديد ممكن يكون شاغل بال كتير من حضراتكم بس مش عارف يبتدي ازاي. معانا النهارده مجال ازاي تاخد رخصه في مجال الكهرباء، رخصه مقاول كهرباء هنا في امريكا. لو حضرتك او حضرتك مهتمه ازاي تتاخدي الرخصه ديت، ازاي تدرسي المجال دوت، ازاي تشتغلي في المجال دوت وهو مجال كويس جدا للي بيحبه. معانا النهارده الباشمهندس اسامه نجيب هيوضح لنا كل الخطوات، ازاي هو هنا في امريكا قدر ينجح، ازاي قدر ياخد الرخصه دي، ازاي هو قدر كمان يفتح شركه خاصه بيه وكمان لقى نفسه في المجال ده. اهلا وسهلا بحضرتك مستر. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، نورتنا. ربنا يخليك. ثانك يو. وشكرا لسرعه الاستجابه. لا تحت امرك في اي وقت. مجال المقاولات عموما من المجالات اللي بتبقى الجاليه العربيه حبها، من المجالات المحببه لقلبنا، ان احنا دايما نحب نشتغل بايدينا، بنبقى فيري سمارت في المجال دوت. لكن فيري ديفرنت بين مجالنا في البلاد العربيه وبين مصر، الدنيا بتبقى مختلفه هنا في امريكا. واي حد بيبقى مهاجر جديد بيبقى تايه، مش عارف طب انا هشتغل في المجال بتاعي دوت، طب هشتغل ازاي، طب هبتدي منين، طب انا سمعت ان هو ربنا يبارك ربحه كويس بس انا البدايات دايما بتبقى صعبه. فشكرا اول ما كلمت لحضرتك، لان جالنا اسئله كتير عن المجال دوت، ان حضرتك على طول استجبت وكنت معانا النهارده. تحت امرك. هنبتدي بقى باول حاجه. اتفضل. رخصه مقاول كهرباء، ايه الفرق بين مقاول الكهرباء ومهندس الكهرباء هنا في امريكا مش في مصر؟ مهندس الكهرباء ما بيقدرش، يعني مش ما بيقدرش، يعني ما بيشتغلش بايديه. مهندس الكهرباء بياخد البلان بيرسمها واحنا بننفذها. يعني انا مثلا ما ينفعش اروح اشتغل شغلانه جديده، مجموعه بيوت مثلا واخدينها من بنك، بتبقى ريكوايرد بلان عشان ناخد عليها ابروفد من السيتي. البلان دي ما ينفعش انا اعملها، لازم مهندس كهرباء يرسمها وتتوافق عليها واحنا بننفذها. يعني مهندس الكهرباء اللي بيرسم البلان الخاصه بالكهرباء، وهو بعد كده بيبقى شغل حضرتك اللي انت بتنفذ البلان. بالزبط. دي بالظبط، انا بنفذ له اللي هو قايل عليه. يعني لان هو اللي بيحدد اللودز وهو بيحدد لوح الكهرباء ونجيب ده منين ونوديه فين، والجزء ده هيشتغل من انهي بانل، كل الحاجات دي ده شغله هو بيعمله لي ويدهوني على ورق وانا بنفذه. اوكي، يعني هو الخطوه الاولانيه قبل حضرتك، يعني بيكملوا بعض. بالظبط. اوكي تمام. طب حضرتك اشمعنى المجال ده بالذات اللي حضرتك اخترته؟ والله المجال ده بالذات لاني اشتغلت فيه كتير في مصر، حبه. اهم حاجه يكون الواحد حابب المجال اللي داخل فيه، لانه هيساعده كتير. يعني مش عشان كده لما يعني لما حد مثلا بيتصل بيا وعايز يشتغل بساله سؤالين، انت جاي تشتغل عشان حابب الكهرباء ولا جاي تشتغل عشان تعمل فلوس. ساعات وفلوس، والاثنين ام اوكي وده، بس يعني عرفني. لان انت لو حابب الكهرباء انا هضيع كمان وقت من عندي وهعلمك، لو مش حابب الكهرباء وجاي تعد ساعات برضه هتشتغل معايا بس يعني مش هضيع وقتي معاك. في حد لما بيعمل حاجه هو بيحبها بيبدع فيها بيكون عايز يتعلم حاجات اكتر، وبرضه اللي برضه عايز يعمل فلوس ده برضه مشروع، لان هو هنا العيشه صعبه، هيعيش ازاي يعني؟ لا، في ناس بتبقى عايزه حاجه تمبرري، يعني بيبقى عندهم كارير تاني مثلا، بس هم لقوا ان في واحد مثلا عامل اعلان على شغل كهرباء، فبيقول لك اروح اشتغل هنا لغايه لما حاجه تاني تيجي. تمام، فهمت حضرتك. فده بيبقى مش هيكمل، وده مش عيب يعني، ده مش عيب، بس برضه انت بتبقى حاسس ان هو مش هيكمل معاك في نفس المجال. بالظبط. تمام. طيب دلوقتي اعزائي المشاهدين كتير بيكونوا بيتفرجوا علينا وحابين ياخدوا المجال دوت كدراسه او رخصه اكل عيش، زي ما حضرتك عارف الدنيا هنا صعبه، مفيش حد بيشتغل من غير ما يكون عنده رخصه او كده، الدنيا مختلفه تماما غير بلادنا العربيه. انا ازاي اعرف ان انا اقدر اقدم على الرخصه دي ولا لا؟ يعني ايه متطلبات الرخصه؟ هو في طريقتين. الطريقه الاولى مثلا لو حد واخدها دراسه من مصر، حتى لو من مصر،
يعني مثلا خريج هندسة قسم كهرباء من مصر بيتحسب له في الستيت بورد الادجيكيشن بتاعته بسنتين، ولو كمان جاب سنتين اكسبيرينس من مصر ممكن يقدم وممكن يجير اكسبتد باي ذا ستيت بورد. الطريق الثاني انك بتشتغلي هنا مع حد عنده رخصه لمده 4 سنين فول تايم. اوكي تمام. والراجل اللي هو صاحب الشركه ده يكون ويلنج، هو لازم يمضي لك في الاخر، يعني ما دام اشتغلتي ليجل عنده لازم يمضي لك، مش هيقدر يقول لك لا يعني. فتشتغلي عنده 4 سنين فول تايم وبيمضي لك على الابلكيشن وبتقدميه للستيت بورد ومع حاجات تانية طبعا. ايه هي الحاجات التانية؟ الحاجات التانية لازم يكون عندك كلين ريكورد، يعني مثلا ما فيش حاجة جرائم. لازم يكون بتعملي تشيك اب على الباك جراوند تشيك اب، وبتعملي الفينجر برينت اللي هو الفيش والتشبيه والحاجات دي كلها، وبتقدميها مع الفيز. وبعد كده الستيت بورد بتعمل لك البروسيسنج، وعلى حسب بقى لو هم عايزين حاجة تانية او في ريكويرمنت تانية هم عايزينها بيبعتوا لك، لو ما فيش بيكتبوا لك على الويب سايت بتاعهم ان انت يور ابلكيشن كات اكسبتد، وهتبقي بقى بريبيرد للتستنج داي يعني لميعاد الامتحان. يعني انا دلوقتي يكون معايا خبرة 4 سنين سواء متوفرة هنا في امريكا، اكون اشتغلت عند حد في مجال الكهرباء، يكون مقاول كهرباء او في اي مجال من مجالات الكهرباء، ويكون يمضي لي على الورق، ويكون طبعا في شيكات للشغل دوت عشان اثبت مصداقيتي ان انا فعلا اشتغلت في المجال دوت. وكمان في اوبشن تاني ان انا لو عندي الخبره بتاعتي من مصر، لو انا خريج كليه هندسه بيبقى سنتين بتتحسب لي سنتين، وبيبقى معهم سنتين تانيين سواء من مصر او من امريكا. بالظبط. اوكي طيب دلوقتي انا معايا شهاده الخبره ومعايا كل الاوراق، ادخل اقدم على ايه؟ المكان اللي انا ادخل اقدم عليه؟ بتخشي على الكونتراكتور ستيت لايسنس بورد، بتطبعي الابلكيشن بتاعهم اللي هو الجنرال ابلكيشن، وبتمليه وبتقدمي كل الريكويرمنت، كل الدوكيومنتس. يو هاف تو سبميت اول يور دوكيومنتس توجذر مع الفيز. اي بليف لما انا عملتها كانت 470 حاجه كده، يعني مش okay. مش كتير. وبتستني هما بيعملوا بروسيسنج للابلكيشن بتاعك، وهيشوفوا بقى عايزين حاجه تانية، لا الحاجه دي مش واضحه، لا الحاجه دي انت عملتها فين، لان ممكن يتعمل اوديتنج على يعني مثلا ممكن يكون واحد ما اشتغلش عندي وانا مضيت له. اوكي فالستيت بورد يحس ان في حاجه فيشي في الموضوع، فيقول لك لا هاتوا لنا بقى الايه، نرجع للبي رول بتاع الشركه اللي انت مقدم عليها دي. طبعا. هل انت كنت على البي رول ده ولا لا؟ لازم كل حاجه تكون يعني تقولي لهم بصراحه 100%. لازم تبقى كل زي ما احنا موضحين، احنا مش في دي بس، احنا في اي حاجه في حياتنا، في كل حاجه سواء هنا او في مصر، لازم يكون عندنا امانه وصراحه، ولازم ما يكونش في كذب، لان الكذب بيتراكم عليه حاجات كتير غلط بتضرنا في حياتنا، بالعكس مش بيفيدنا. فلازم على قد ما نقدر، بالعكس المفروض احنا تبقى كل حياتنا ماشيه، عشان في الاول وفي الاخر احنا هنعامل ربنا ازاي ربنا هيبارك لنا في حياتنا في شغلنا، واحنا ابتدينا مشوار حياتنا بكذب. ماشي اوكي. انا دلوقتي معايا الرخصه، وانا دلوقتي قدمت على الرخصه ومعايا شهاده الخبره. هل شهاده الخبره دي انا بتتكتب بصيغه معينه، ولا هم بيبقى في لا في ورق في ابلكيشن انت بتمليه وحضرتك بس بتكتبي الانفورميشن اللي في الاماكن الفاضيه بس، يعني موجود على الويب سايت بتاع الرخصه، حاجه اسمها سيرتيفيكت اوف اكسبيرينس. طيب انا دلوقتي قدمت على الرخصه خلاص، اعرف منين بقى ان الابلكيشن بتاعي اتقبل ولا ما اتقبلش؟ ده سؤال. السؤال الثاني بقى بياخد وقت قد ايه؟ هو في الاول ما كانش بياخد وقت طويل، يعني في الاول 6 تو 8 ويكس كان المفروض ان الاكزام يجي لك. دلوقتي بعد كورونا بتطول شويه، لان مثلا لو في مثلا 40 واحد بيمتحنوا في يوم نزلوها هم ال 10، تمام، فال 30 دول عايزين يمتحنوا، فبتاخد مواعيد اطول. طيب دي بالنسبه للمواعيد. طب اعرف منين ان انا قدمت شهاده الخبره ومليت البيانات وكل حاجه مطلوبه مني؟ اعرف منين الابلكيشن بتاعك؟ عن طريق الويب سايت، بتخشي وبتحطي الابلكيشن فيه نمبر بتاعك والفيرست اند لاست نيم، بيقول لك هم وصلوا لغايه فين. فيا اما يبقى بروسيسنج، يا اما بيبقى اكسبتد، يا اما تلاقيه كاتب لك ميعاد الامتحان بتاعك. لما هو بيبقى بروسيسنج مش بيبقى ده معناه ان هم لا لسه ما اتقبلش. طب انا دلوقتي قدمت خلاص والابلكيشن بتاعي اتقبل، نشكر ربنا.
بس انا برضو مش عارف اذاكر منين، اذاكر ازاي، هل حضرتك رحت مدرسة، درست ازاي، حضرت ازاي نفسك للامتحان؟ طيب هقول لك، بس ده حاجة تجربتي انا الشخصية، يعني ده تمام، مش اعلان مثلا للمدرسة فهمت اللي انا رحتها. حضرتك. انا حاولت الاول مع نفسي، ما عدتش الامتحان، او تمام، عديت الله وما عدتش التريد، على عكس ناس كتيرة ما بتبقى فاهمة. يعني في ناس اوكي، بتبقى فاهمة ان انا راجل بشتغل في الكهرباء، انا خايف من الله لكن مش خايف من الكهرباء. لا، هو العكس دايما بيبقى الصحيح. يعني انا عديت في الله من اول مرة بس نزلت في التريد، حاولت مرة تانية نزلت برضو، فاضطريت اروح لكونتراكتور ستيت لايسنس سكول. دي كانت في اورنج، سيتي اوف اورنج. قدمت معاهم، عملت انرول، وخدت كل الكتب بتاعتهم والسي ديز والدي في ديز، وكمان كان عندهم في الاخر كورس كان عبارة عن 8 ساعات زي كورس تنشيطي كده، بيتحدد لك قبل ميعاد الامتحان بتاع الستيت بورد، اوكي، تمام، فبيسموه كراش كورس. خدت ده برضو وذاكرت الاونلاين اكزام بتاعت السكول ورحت بيهم، عديت في الستيت بورد. اوكي، بس يعني كان الفصل واحد بس اللي هو قبل الامتحان 8 ساعات ده اللي حضرتك حضرته ان بيرسون، الباقي كله كنت حضرتك خدت الكتب بالظبط والسي دي وكله الماتيريال ذاكرتها اللي في البيت. بتديها لك وبتذاكريها في البيت قبلها بشهرين بس ثلاثة ده زي ما تحب. كافي يخلي حضرتك تنجح وتستعد للامتحان ولا مش كان كافي؟ كافي بالنسبة لي اوكي، كان كافي. لأنه ما كانش صعب قوي، لأن أنا كنت التريد بس، أنا عديت الله اوريدي من أول مرة. ما انا لسه كنت هسأل حضرتك بقى، هل في فرصة لو حد دخل الامتحان، هل في فرصة ان هو لا قدر الله يعني بعد الشر لو هو ما نجحش من اول مرة، هل في فرصة ان هو يقدر يخش تاني او تالت، او بتبقى قد ايه عدد اكيد المرات طبعا، المسموح بيها؟ انت الابلكيشن بتاعك valid for 18 months، من يوم يعني the day you get accepted تعدي 18 شهر، you have to pass the law and trade. فخلينا نقول مثلا انا عديت اللو، تمام، اوكي خلاص اللو ده locked on my account for 5 years، يعني بيفضل مسموح ان انا ما مش امتحنوش همتحن تاني لو تاني لمدة لمدة خمس خمس سنين. سنين خلال الخمس سنين دول لازم اعدي التريد. لو ما عدتش التريد خلال الخمس سنين بنرجع نعيد ستيب 1 من جديد. كأني بقدم من اول بالظبط، وجديد. بقدم من طب جديد. افرض حصل العكس، اللي هو انا نجحت في التريد لكن الله ما نجحتش فيه، خلاص برضو نفس الحكايه، خمس سنين تريد يور جود، خلال الخمس سنين دول لازم تعدي الله وتمتحني. اوكي، ويفضل بعد كده لو لا قدر الله بعد الشر، طبعا اي حد بعد الخمس سنين دي ما نجحش خلاص يعيد كل بيتكنسل حاجه او كل حاجه، بيقدم كنسل الابلكيشن من اول وجديد بالظبط، وبيقدم كل حاجه من اول وجديد والفينجر برينت من اول وجديد والفيس كلها من اول وجديد وكل حاجه من اول وجديد، كانه وحتى الاكسبيرينس هي هاد تو سبميت ا نيو سيرتيفيكت. اوقات بيقبلوا القديمه اللي عندهم واوقات ما بيقبلوش، يقول لك يو نيد تو سبميت ا نيو ون. طب انا ما عنديش خبره تاني غير هي دي، هل ينفع ان انا اعيد كتابتها اه تاني؟ بالظبط، اه يعني مسموح بيها. بالظبط. طيب انا اوكي دلوقتي انا دخلت واخدت الرخصه وذاكرت ونجحت، اشتغل ازاي؟ في كذا، يعني في كذا طريقه. في طريقه بيبقى مثلا بيزد على الكلاينتس اللي عندك من قبل الرخصه، لان انا يعني ام اسيومينج ان اللي هيشتغل في المجال ده اشتغل قبل كده. يعني انا مش داخل امتحن رخصه انا ما اعرفش عنها حاجه، اكيد عنده خبره، ما احنا بالظبط. متفقين فانا عنده خبره على اعرف الاقل 4 مثلا سنين. فلان وفلان 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 ده قايل لفلان ان انا بشتغل في الكهرباء، فانا عندي الكاستمرز بتوعي. كل الحكايه ان انا دلوقتي I'm gonna present myself as a contractor license، يعني انا دلوقتي جاي اشتغل عندك، بدي لك دلوقتي بزنس كارد عليه license number، بيبقى يعني شكله احسن يعني. فخلاص كل الناس اللي انا اعرفهم عرفوا ان انا عندي رخصه، فيبتدوا يدوني الناس تانية بقى في شغل اكبر اقدر اشتغله، لان من غير اللايسنس انت مش من حقك تشتغلي باكتر من $500 parts and labor. يعني ما دام انا ما عنديش لايسنس ما اقدرش اخد اي شغل باكتر من $500 parts and labor only. That's it. اوكي، انا اخد الشغل، لكن لو اشتغلت عند حد ينفع؟ من غير رخصة ينفع تشتغلي عند حد. يعني بس انا ما اقدرش انا اشيل الشغل كله بالظبط اكتر من اكتر من 500. لازم $500 نوضح النقطة دي، بس لو هو حابب يشتغل مع حد او تحت اسم حد هو بيشتغل معاه عادي كأنه هو employee عادي. اوكي يشتغل ينفع برضه.
مفيش مشكلة. بس ساعتها التعاملات بتبقى مع صاحب الشركة. التعاملات هي بتبقى بصاحب الشغل، ان هو بيشتغل بالرخصة بتاعته بالظبط. اوكي، وهو بيبقى تحتيه، هو بيبقى hourly rated او commission او daily rated زي ما بيكونوا متفقين مع بعض يعني. اوكي، طب بخبرة حضرتك الطويلة في المجال دوت، اكيد عند حضرتك في نصائح غالية او حاجات كتير مريت بيها في خلال المشوار الخبرة دوت، ايه اللي حضرتك تقدر تنصح بيه اي حد بيفكر ياخد الرخصة دي، سواء هو لسه بيفكر ان هو ياخدها وبعد ما خدها ان شاء الله وحابب يشتغل بيها، ايه النصائح اللي حضرتك توفرها له؟ هو قبل الرخصة يعني كل يعني اهم حاجة هو التارجت بتاعك ان انت you have to get your own license. فالتارجت بتاعك ان انت تركز على الامتحان بس عشان تعرف تعدي، لان حياتك هتختلف تماما من بعد الامتحان. حياتك في حتة قبل الامتحان حتى لو شغال وبتعمل فلوس كويسة، بعد الامتحان في حتة تانية خالص. من ناحية كل حاجة، من ناحية المادة، من ناحية المسؤوليات، كل حاجة. يعني انا دلوقتي جاي اشتغل عند واحد صاحبي مثلا، ما عنديش مش مجبر ان انا مثلا اعمل له كونتراكت وان انا اعمل له بيمنت سكيدجول وان انا اقول له هبتدي اخد منك كذا في الوقت الفلاني قبل ما ابتدي الشغل. كل الحاجات دي خلاص انا شغال عند صاحبي، وصاحبي ده بعتني لصاحبه، فكل ده قبل الرخصه. لا، انا دلوقتي المجال بتاعي اتوسع وداخل اشتغل عند ناس اول مره اشوفهم، فانا مش عارف اتعامل معاهم ازاي، يعني مش عارف اتعامل معاهم على الفريندلي بيسز اللي احنا متعودين عليه زمان. لا، احنا كل حاجه هتبقى بكونتراكت وكل حاجه هتبقى على ورق، وانت هتديني داون بيمنت قبل ما اشتغل وبعد ما اشتغل بكذا، وانس ان انا اي ريتش مثلا 30% اوف ورك ام eligible فور ا سكند تشيك، وبعد كده فاينل بيمنت دو اون فينيشينج. كل الحاجات دي بتختلف، فدي حاجات مهمه لازم نخلي بالنا منها، لاني زي ما قلت لك بعد اللايسنس الدنيا هتظبط يعني. طب هل محتاج بقى بالنسبه للعقود دي، وحضرتك بتقول بتبقى فيه مسؤوليات اكتر وفي بتبقى عقود وفي معروف البيمنت اللي هو هيدفعه في اوقاته امتى وكده، هل محتاج محامي يكون معايا هو اللي يجهز العقود دي او اي حاجه؟ انا اللي بكتبها مع العميل بتاعي بالزبط. ولا انا بتبقى عندي العقود دي ستاندرد؟ في ستاندرد فورمز على الـ على الـ على الويب سايت، على اي ويب سايت ممكن تخش عليه، انت بتاخديها، بتاخدي التمبلت بتغيري فيها الهيد ليتر، بتكتبي اسم شركتك وتغيري المعلومات بتاعتك انت بس. اوكي، طب هل محتاج بقى ان انا بعد كده لما اخد الرخصه ان انا اشترك في نقابه معينه، ادخل انشورنس معين علشان تكفر الشغل بتاعي؟ لا، كله زي وزي اي انشورنس الواحد بيعمل شوبينج عليه وبياخد الافضل ليه يعني. بس بيبقى الانشورنس ده خاص بالشركه بالظبط. اوكي، مفيش نقابه معينه انا ببقى بشترك فيها او كده، ولا بتبقى لا مفيش نقابات اللي هي تقدر تجيب لي شغل، تقدر بعد كده توفر لي معاش اكتر او حاجه زي كده؟ تجيب لك شغل لو الشغل بتاعك ضعيف في اماكن. ممكن يعني مثلا في هوم ادفايزر ممكن تشتركي معاهم، وفي انجيز ليست ممكن تشتركي معاهم، ده لو الدنيا سلو معاكي شويه. بس دول يعني they charge you fees no matter what، يعني they send you leads على التليفون بتاعك. If you got the job or you didn't get the job or you respond or you didn't respond، هما مالهمش دعوه بالكلام ده خالص. هما بعتولك lead على text message، هياخدوا الفيز اللي مكتوبه في التكست مسج. فلازم تديهم البنك انفورميشن بتاعتك ويحطوها عندهم، لان كل شويه هياخدوا فلوس من البنك. سواء انا اخدت الشغل ده او ما اخدتش الشغل ده، مجرد ما اشتركت معاهم هم هياخدوا الفيك. يعني انا مثلا ممكن تكوني مشتركه معاهم وانت شغاله في شغلانه تانية وبيزي، وتليفونك رن وانت ما خدتيش بالك، يعني جالك نوتيفيكيشن ان انت جالك تكست مسج ويو دونت ايفن، ساعات مش هتسمعيه يعني وانت شغاله. وفي الناس اللي بتشتغل في الكونستراكشن الصوت بيبقى عالي، فممكن ما تسمعيش التليفون، هما يسحبوا الفلوس اوتوماتيك بالظبط. باي ذا تايم ان انت تشوف التكست مسج بقى وتيجي ترسبوند، صاحب الشغلانه يقول لك لا انا جبت حد تاني اوريدي. اوكي، بس انا كده كده بدفع الفي اللي انا متفق عليها من الاول. طب احنا عارفين بالنسبه لشغل الكونستراكشن عموما ان بيبقى فيه نسبه اخطاء بتبقى غصب عن اي حد بيشتغل، يعني الخطا وارد. لو لا قدر الله حضرتك بتعمل شغلانه في بيت وحصل خطا ما، فيشة كهرباء ضربت، في حاجة حصلت، مين المسؤول عن الخطأ ده؟ أنا. طيب مين بقى اللي بيدفع الانشورنس بتاعت الحاجات دي؟ أنا برضو حضرتك. يعني لو مثلا لو عملنا ما ممكن
على حسب يعني، ممكن اخش مع صاحب البيت ان احنا نتخانق مع بعض ومش عايزني في البيت تاني خلاص، تمام حق أوكي. عشان انا بوظت له حاجه مثلاً في البيت مثلا، فبمشي وهو بيتصل بشركه الباند مش الانشورنس. اه يعني ايه الباند؟ الباند الباند دي شركه بتصلح لك لغايه $15,000 المينيمم ريكويرمنت من الستيت بورد، حتى بعد ما تعدي الامتحان دي نوت جونا ايشو يور لايسنس انليس يو بروفايد باند انشورنس. الباند مينيمم $15,000 دلوقتي. اوكي. دي شركه ثالثه بتيجي مثلا اتفقت معاكي على شغل ب $4,000، جيت خدت منك $3,000 ولسه باقي شغل كتير باقي. وبعد كده اتخانقنا فانا مشيت، سبت الشغلانه ومشيت. تمام. اوكي، شركه الباند انت بتتصلي بحضرتك، بتتصلي بيها بتيجي تخلص لك الشغل اللي باقي مهما كان، باقي ب 1000، باقي ب 2000، باقي ب 3، باقي بالاربعه كلهم. شركه الباند بتيجي تتصل تخلص الشغل وترجع تكولكت الفلوس مننا. اوكي. اوكي. اما الانشورنس بقى دي حاجه اوبشنال من الستيت بورد، بس طبعا النصيحه ان لازم يكون عندك انشورنس برضو، لان انت ممكن اوقات كتيره تشتغلي في بيوت كاستم، في بيوت غاليه، ومحدش معصوم الخطا يعني، ممكن الخطا يحصل في اي وقت من اي حد، فلازم تبقي مغطيه نفسك. وطبعا انا افضل ان الشركه تبقى تحت كوربوريشن، ما تبقاش تحت سولو اونر، يعني لما الحد ده يمتحن ويعدي الرخصه يقلبها كوربوريشن. طيب هل الباند لازم اشترك فيها زي الانشورنس ولا بتبقى نظام الاشتراك فيها ازاي؟ لا دي لازم تشترك فيها، دي الوحيده السنوي. سنوي كل الحاجات بتاعه اللايسنس بتبقى سنوي، ما عدا اللايسنس نفسها بتبقى every other two years يعني كل سنتين. هي مش اوبشنال، هي لازم اشترك فيها. بالظبط، هو زي الانشورنس بتاع عربيتك دلوقتي، انت الانشورنس خلص هتتصلي بالايجنت بتاعك تجددي سنه ثانيه. هسأل حضرتك سؤال تاني، لو لا قدر الله حصلت مشكلة وشركة الباند تدخلت وحلت المشكلة، هل بعد كده لما اجي اخد شغل تاني هل ده بيبقى مكتوب في التاريخ بتاعي ان انا حصلت مشكلة قبل كده؟ ولا كل حاجة بتبقى على الريكورد بتاعك على الستيت بورد، لان وانس ان هم بيبلغوا بتخش على الريكورد بتاعك على الستيت بورد على طول. اوكي، طب ده هيأثر عليا انا؟ طبعا، لان في ناس في كاستمرز كتيره ما بتتصلش بحد غير لما بتخش على الستيت بورد وتقرا ريفيوز. اوكي، تشوف اذا كان ده ماشي كويس، اذا كان ده عنده باد ريفيوز، اذا كان عنده جود ريفيوز. كل الحاجات دي بتبان على الستيت بورد، وفي ناس كتيره ما بتصدقش اي حاجه غير من الستيت بورد. اوكي، شكرا لحضرتك، الحلقه خلصت بسرعه ما حسناش بيها. شكرا. ما هو الكلام مش كتير يعني، الكهرباء هم حاجتين صغيرين كده وخلاص، تركز على الامتحان وان شاء الله ربنا يكرم اي حد، ولو في اي حد محتاج اي مساعده انا ممكن تحت امره في اي حاجه. ينفع نقول رقم تليفون حضرتك؟ ينفع. طب ممكن نقوله 626-252-2312. ممكن نقوله مره تانية؟ 626-252-2312. شكرا جدا باشمهندس اسامه، حضرتك نورتنا، دايما ناجح ودايما اسمك منور الدنيا في مجال مقاولات الكهرباء. شكرا جدا اعزائي المشاهدين جريس لحسن المتابعه، يا رب نكون قدرنا نفيد حضراتكم في حلقه النهارده بالنسبه لرخصه مقاول كهرباء. لو عندكم اي استفسار تابعونا، اكتبوا لنا كومنت، اتصلوا بالباشمهندس اسامه لو الاستفسار يخص رخصه مقاول كهرباء. لو عندكم اي رخصه او اي حلم او اي حاجه نفسكم تاخدوها ومش عارفين ايه هي خطواتنا، اكتبوا لنا كومنت تحت الفيديو واحنا باذن ربنا هنكون معاكم ونحضرها لكم لحد ما حضراتكم كلكم تنجحوا. ربنا معاكم، سلام. النهارده معانا نموذج ناجح جدا، يا رب كلكم تنجحوا، يا رب كلكم تبقوا نماذج ناجحه.